أهلا بكم في هذا الموعد الاقتصادي. بداية، استقبل اليوم المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار عمر ركاش الرئيس التنفيذي لمصنع الكويتية الدولية الذي كان مرفوقا بعضو مجلس الإدارة ناصر العجمي، وذلك بحضور إطارات من الوكالة. اللقاء كان فرصة لعرض رغبة الشركة في الاستثمار بالجزائر في مجال الصناعة الكيميائية، كونها رائدة في المجال في عدة بلدان في العالم. أكد سفير جمهورية الصين الشعبية بالجزائر لي جيان أن بلاده تتطلع إلى تعميق تعاونها مع الجزائر ورفع مستوى الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وأشاد السفير في كلمة له خلال حفل استقبال جرى أمس بقصر الثقافة مفدي زكريا بالجزائر العاصمة بمناسبة الذكرى 75 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، أشاد بالإصلاحات التي حققتها الجزائر منذ سنة 2019 من خلال تعزيز كفاءة الإدارة ودفع عجلة تنويع الاقتصاد إلى جانب تحسين بيئة الأعمال، كما دعا لتشجيع الاستثمار بين البلدين وتعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات على غرار الرقمنة، الصناعة والزراعة الحديثة. احتضنت لندن مائدة مستديرة حول الفرص الكبيرة للشراكة التي يوفرها السوق الجزائري، وذلك بحضور نحو 100 ممثل عن مجموعات اقتصادية ومؤسسات مختلفة. وقد اغتنم سفير الجزائر بلندن نور الدين يزيد اللقاء الذي نظمته الغرفة التجارية العربية البريطانية من أجل عرض الإمكانيات الاقتصادية الجزائرية من حيث الاستثمارات والتجارة والشراكات وتقديم معلومات حول التشريعات الجديدة والمحفزات التي حسنت من مناخ الأعمال بشكل أكبر. وأكد سفير الجزائر مستندا إلى الأرقام والتقارير الصادرة عن البنك العالمي وصندوق النقد الدولي أن الاقتصاد الجزائري قد عرف خلال السنوات الأخيرة ديناميكية جديدة، حيث أنه يشهد تعزيزا وتنوعا أكثر، مسجلا ارتفاعا كبيرا للصادرات خارج المحروقات. في موضوع آخر، وبهدف تشجيع الفلاحين ودفعهم للاستثمار في مجال الزراعة الزيتية وتجسيدا للبرنامج الوطني لتطوير زراعة دوار الشمس والذرة، لقاءات تحسيسية جمعت مختلف الفاعلين في القطاع الفلاحي وسمحت بعرض مختلف صيغ الدعم والمرافقة. المقدمة للمستثمرين. العينة من ولاية ورقلة مع عيسى تومي. تعد زراعة دوار الشمس والذرة من التجارب الناجحة والتي تلقى إقبالا من طرف الفلاحين والمستثمرين، سيما بولاية الجنوب، لما تتوفر عليه من مؤهلات كبيرة كوفرة العقار الفلاحي والمورد المائي. وبهدف حث أكبر عدد من الفلاحين لدخول هذا المجال، يوم تحسيسي لشرح البرنامج الوطني الخاص بالزراعات الزيتية بهدف بلوغ الأهداف المسطرة لتطوير هذه الشعبة. نتم من هذه الأيام لتوفير المعلومات اللازمة من ناحية الإدارية والتقنية من أجل إعطاء دفعة قوية لهذه الزراعات الاستراتيجية المتمثلة في دوار الشمس والدورة الحبية. احنا كتجربة درنا العام اللي فات 130 هكتار دوار الشمس في منطقة قاسي طويل، نجحة يعني درنا نجحت لنا 100%. كما خصص هذا اليوم لشرح آليات الدعم والمرافقة التقنية لصالح المستثمرين. اليوم هذا التحسيسي لفائدة المستثمرين والفلاحين المنخرطين في هذه الشعبة. الشعبة التي توليها الدولة عناية ولتحقيق يعني الأهداف المسطرة ضمن البرنامج الوطني للزراعة الاستراتيجية. وزارة الفلاحة سطرت أهداف بحلول سنة 2028 إن شاء الله نحقوا 300,000 هكتار من الزراعات الزيتية لنحصلوا منها على الزيت الخام للاستهلاك البشري، وكذلك المخلفات لتروح لأغذية الأنعام نحقوا 30%. أما بالنسبة للذرة الزيتية كذلك من أهدافنا زراعة ما يقارب 220,000 هكتار. وتعد ورقلة نموذجا ناجحا لهذا النوع من الزراعات الاستراتيجية، سيما بمنطقة قاسي الطويل بحسم سعود، حيث تفوق المساحة المستغلة لزراعة دوار الشمس 500 هكتار، فيما تتجاوز المساحة المستغلة في زراعة الذرة 300 هكتار. نبقى في المجال الفلاحي، وهذا عرض لأسعار سلة بعض المنتجات الفلاحية التي سجلت اليوم.
في السياق الدولي، تسلمت اليوم تونس من خلال الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية رئاسة اتحاد الغرف العربية. وأعلن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أن رئيس المنظمة سمير ماجول تسلم رئاسة اتحاد الغرف العربية خلفا لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عبد الله والناس. وصدر القرار خلال اجتماع الدورة 135 لمجلس اتحاد الغرف العربية الذي انعقد الأحد الماضي بالدوحة. هذا وشدد وزير التجارة والصناعة القطري محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني في افتتاح الاجتماع على أهمية تعزيز التعاون بين قطاعات الأعمال بما يعود بالفائدة على اقتصادية الدول العربية. أكد اليوم وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أن الكيان الصهيوني قد قضى على عدد كبير من الأراضي الزراعية جنوب لبنان بعد أن أحرق آلاف الهكتارات من الغابات والأراضي الزراعية المنتجة خلال عدوانه على البلاد، وهجر أعدادا هائلة من السكان من بينهم آلاف المزارعين. وقال عباس الحاج حسن في كلمة ألقاها عبر تقنية التحاضر المرئي في الجلسة الافتتاحية لفعاليات يوم الزراعة العربية للعام 2024 الذي نظمته المنظمة العربية للتنمية الزراعية بالقاهرة، قال إن لبنان تعيش مرحلة من أصعب المراحل في تاريخها، كما نهوها بالمناسبة بدور منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة فاو التي أطلقت استراتيجية قائمة على تلبية احتياجات المستقبل ودعمت الزراعة بالدول العربية. شهدت اليوم أسعار النفط ارتفاعا طفيفا متأثرة بزيادة المخاوف من اضطراب محتمل في الإمداد من منطقة الشرق الأوسط المنتجة للنفط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ب 0.23% مسجلة 71 دولارا و70 سنتا للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي ب 0.15% لتبلغ 68 دولارا و28 سنتا للبرميل. تراجعت اليوم أسعار الذهب لكنها ظلت بالقرب من المستوى المرتفع الغير المسبوق الذي سجلته الأسبوع الماضي، وتتجه لتحقيق أفضل أداء فصلي في أكثر من 8 سنوات بدعم من قرار خفض الفائدة الأمريكية وتوقعات بخفض كبير آخر في شهر نوفمبر القادم. وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب ب 0.17% لتبلغ 2663 دولارا للأوقية، كما انخفضت أسعار العقود الفورية للذهب ب 0.53% عند 2641 دولارا للأوقية. ختام أخبار الاقتصاد بعرض لأسعار صرف بعض العملات الأجنبية مقابل الدينار الجزائري. نهاية النشرة الاقتصادية لنهار اليوم، شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.